الأخبارية جديدة من النهار اليوم، أهلا بكم. تواجه الشرطة الفرنسية صعوبات في القبض على مشتبه به متهم بقتل شرطية بسبب احتجازه رهائن في أحد المباني شرقي العاصمة الفرنسية وسط أنباء عن سقوط قتيلين. يأتي هذا في الوقت الذي تضيق قوات الأمن فيه الخناق على الفرنسيين من أصل جزائري سعيد وشريف جواتشي، اللذين يعتقد أنهما منفذا الهجوم على شارل إبدو في دمارتان شمالي شرق فرنسا. وللمزيد من المتابعة حول آخر التطورات في العاصمة الفرنسية باريس، ينضم إلينا هاتفيا ألكسندر بوشنتي، وهو مراسل إذاعة وتلفزيون فرنسا الدولية في القاهرة. سيد ألكسندر، أهلا بك، وحدثني عما لديك من جديد بشأن تطورات الأحداث في العاصمة الفرنسية باريس. حاليا في باريس في خطف رهائن في ما يوازي سوبر ماركت كاشير، يعني الحلال اليهودي، من متهم حسب الشرطة انه مرتبط بالاخوة كواشي اللي هم متهمين بمجزرة شارلي ابدو من يومين. فحاليا حسب اخر الانباء انه لديه 5 رهائن نساء واطفال، وفي إجراءات أمنية مشددة في الحي 20 في باريس، وتم إجلاء كل المدارس التي حول هذا المكان. في نفس الوقت في الأخوة كواشي اللي هم متهمين بموضوع شغل يبدو محاصرين في مخزن مطبعة جنوب شرق باريس من قبل قوات الامن، وحتى الان من غير الواضح انه هل العمليتين مرتبطتين، انما في اغلب الظن انهم عمليات مرتبطه، وانه عمليه خطف رهائن في باريس لمحاوله الافراج عن الاخوه كواشي او اعطائهم فرصه للخروج الامن. نعم، يعني ألكسندر، الرئيس الفرنسي يعني قال ان ما تتعرض له فرنسا يعتبر صدمه. ماذا تتوقع من رد فعل الرئيس الفرنسي او السلطات الفرنسيه في عقاب هذا الهجوم؟ في الوقت الحالي في تشديد الاجراءات الامنيه، الاجراءات الامنيه في فرنسا لها درجات، وصلنا الى الدرجه 1 اللي هي اقصى درجات التشديد الامني اللي هي اسمها فيجي بيرات اتونتا. فحاليا كمان قوات من الجيش الفرنسي نزلت باريس لمساعدة الشرطة في العمليات الحفاظ على الأمن، وحاليا في قوات خاصة من الشرطة متخصصة في مكافحة الإرهاب في المنطقتين اللي فيهم. ألكسندر، هل تتوقع أن تتغير المعاملة بالنسبة للجزائريين أو من أصول شمال أفريقيا وحاصلين على الجنسية الفرنسية في أعقاب هذا الهجوم أيضا؟ من جانب الرسمي ومن جانب كل الأحزاب السياسية تم أنه مش لازم يبقى في خلط ما بين ما حدث في شغلية بدو وما وانه الصاق التهمه بكل المسلمين او بكل العرب، انما هي المشكله قد تحدث من اجانب الناس العاديين او متعصبين من اقصى اليمين. ما ننساش انه في اليومين الاخرانيين حصل اعتداءات ضد مساجد، ودي قد تنتشر اكثر فاكثر للاسف. نعم، شكرا لك سيد ألكسندر بوشنتي، مراسل إذاعة وتلفزيون فرنسا الدولي بالقاهرة، وسنعاود الاتصال بك كلما كان لديك جديد.